ساكتة. لا مين قالك؟ أنا بس مبسوطة إن إحنا قاعدين مع بعض. عارف إيه أكتر حاجة مخوفاني؟ الاختيار. فكرة إنك تختار شخص تكمل معاه بقية حياتك دي حاجة صعبة أوي. مش بس الاختيار، إن أنت كمان تفضل تستحمل تحارب وتبني عشان الشخص ده يفضل معاك. فؤاد أنا بحبك، عمري ما حسيت إني بحب حد أوي كده. طب لو أنا قلت لك إن أنا بحبك أكتر هتصدقيني؟ هصدقك، بس نفسي تحسسني دايما بده. يعني عايزه احس على طول ان انا قريبه منك. في حاجه قلقاكي او مخوفاكي يا ندى؟ ايه اللي مخليكي حاسه بكده؟ اوعي تقولي لي سلمى. يعني جزء من الموضوع سلمى، والجزء التاني فيك انت. انا؟ انت. أنا بحس إن أنت بتعمل كل حاجة عشان تفضل قريب مني وتحسسني بده، بس في نفس الوقت بحس إن في حاجة ناقصة. يعني بحس إن في حتة منك مش معايا. بتضايق لما بتشوف سلمى ولما بتكلمك، بس بقول ده إحساس عادي. يعني أنا كنت حاسة إن هي مشيت من حياتك، بس مش عارفه يا فؤاد، انا حاسه ان الموضوع مش كامل. ممكن اعرف ايه اللي مخليك متمسك بيا؟ عارفه ايه اكتر حاجه بخليني اقرب منك اكتر؟ اني حامل. طبعا انك بتقولي اي حاجه قلقاكي او خايفه منها بتقوليها على طول. وانت بقى ايه اكتر حاجه مخوفاك؟ إن أنا أبقى لوحدي. أنا بقيت أحس إن أنا حقيقي مش عايز حاجة من الدنيا غيرك، أنت بس. طول ما أنت جنبي خلاص مش عايز حاجة. أصلاً أنا اكتشفت إن الحب ده حاجة عادية خالص، ممكن أي حد يحب أي حد. يعني حد يشوف حد فيحبه ويسمعه ويتكلم معاه يقرب منه عادي. الأهم بقى هو الشغف. العشم أنا بقيت أحس ده معاكي.